بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم رب إمامي وربي وخالق إمامي وخالقي ورازق إمامي ورازقي، ارضى عني وارضى عني إمامي. ستة أمور تحبها الزوجة من الزوج، يعني الزوجة تتمنى بأن الزوج دائما وأبدا يوفرها لها. ستة أمور تحبها الزوجة كثيرا، ولذلك هذه رسالة للأزواج بأن يوفروا هذه الأمور الستة، فإذا ما وفروها في البيت سوف يعيشون في صفاء من العيش بشكل عجيب وغريب. سوف يزيد الله سبحانه وتعالى من رزق هذا البيت ومن عافيته وصحته ونجاحه وتوفيقه، لأن الله سبحانه وتعالى إذا رأى مجموعة يتفقون على الرفق والمودة والرحمة، فالله سبحانه وتعالى يجعل يده فوق أيديهم فيبارك لهم في كل حياتهم. من الأمور التي تحبها، الأمر الأول الإخلاص. الإخلاص أمر تتمناه كل زوجة من زوجها الذي تحبه. لذلك نجد بأن جل ما تريده المرأة من الرجل الذي تحبه أن يكون مخلصا لها ولحبها ولكل ما كان ويكون منها، حتى تشعر بماذا؟ براحة البال والاطمئنان. ولأن الإخلاص من قبل الرجل للمرأة هو من الأمور المهمة جدا التي تسبب سعادة كبيرة، التي من ورائها يأتي استقرار الأسرة وشعور الأسرة بالأمان. إذن أول نقطة الإخلاص من قبل الرجل في حبه لها. الأمر الثاني والأمنية الأخرى التي تحبها الزوجة أن تراها من زوجها الاهتمام. أمر تتمناه كل زوجة من زوجها الذي تحبه، الاهتمام، وهو دلالة على حب الرجل لها، وهي كامرأة محبة ترغب دائما في معرفة ما إذا كان الرجل، أي زوجها أو زوجها عفوا زوجها عفوا يبادلها نفس الشعور حقا أم لا. لذلك تتمنى منه الاهتمام. الاهتمام يعبر عن الحب، ولأنه دلالة حب أكيدة تجعل المرأة تشعر دائما بالاطمئنان والاستقرار والسعادة والنشاط في العمل وعدم الكسل إلى غير ذلك. الأمنية الأخرى التي تتمناها الزوجة من كل زوج هو الاحترام. الاحترام لا يقل أهمية عن الحب، لأنه يعزز الحب ويزيد الحب بينهما، بل إن الاحترام يحافظ على علاقة الحب التي تجمع بين المرأة والرجل، كما أن الاحترام يشعر المرأة بقيمتها عند الرجل وبحسن اختيارها له. الأمر الرابع الذي تتمناه الزوجة من الزوج هو التقدير. لا يمكن أن يعيش الحب بين الطرفين دون تقدير كل منهما للآخر ولكل ما يقوم به من أجل شريك حياته، لأن التقدير رسالة دافئة من الزوج إلى زوجته، تخبرها هذه الرسالة، تخبرها صراحة بمكانتها عند الزوج، برضاه عنها، بشكره لها، بامتنانه لها لكل ما كان وما يكون منها في العلاقة الزوجية. فإذا التقدير هو أمنية تتمناها الزوجة من كل زوج. كذلك المشاركة أمر جدا مهم. المشاركة بمفهومها العميق هي ما تتمناه المرأة المحبة من الرجل الذي تحبه. تعني المشاركة أن يشارك رجل مرأة حياتها بحب واهتمام وتفهم عفوا واحتواء واستيعاب كل ما تفكر به، كل ما تتمناه، كل ما تطمح إليه، يشاركها في أمنياتها، في طموحاتها، في أفكارها، في أحزانها، في أفراحها. ألا تعيش حالة الطلاق النفسي في البيت وهو يعيش حالة الطلاق النفسي في البيت، لا يكلم أحدهما الآخر إلا لأجل الطعام والشراب وبعض الواجبات. الأمر الأخير الذي تتمناه الزوجة من الزوج هو الاحتواء، الحنان، الحب، العطف، المودة. هذه أمور تتمناها الزوجة من الزوج. الاحتواء من أهم هذه الأمور أيضا. الاحتواء يعني استيعاب الرجل لمشاعر المرأة في كل حالاتها، كما أن حنان الرجل على المرأة، عطف الرجل على المرأة من الأمور المهمة التي تتمناها المرأة منه، يعني أن يعاملها برفق فالمرأة ريحانة.
أن يعاملها بلطف لأن المرأة ريحانة، هذا يشعرها بالأمان ويشعرها بأنها تعيش مع رجل يستحق أن تضحي بحياتها وبعمرها كله لأجله. لذلك نتمنى من الرجل أن يوفر هذه الأمور البسيطة إذا كان محبا حقا، الأمور التي تحبها الزوجة وتتمناها، والإخلاص والاهتمام والاحترام والتقدير والمشاركة في أفكارها وطموحاتها وهمومها وأحزانها، وأن يحتويها وأن يكون حنونا معها محبا لها مخلصا ووفيا. برنامج صباحات ولا أيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.